Hello everyone. I would like to introduce the first Arabic events from Emerge Africa with Dr. Atef. أعزائي المشاركين، يطيب لي أن أهدي لكم أطيب التحيات من فريق Emerge Africa للمشاركة في أول ورشة عمل باللغة العربية والتي نشرف به وجود الدكتور عاطف أبو حميد الشرمان أستاذ تكنولوجيا التعليم بالجامعة الهاشمية بالأردن. وسوف تكون هذه الورشة عن التعلم المعكوس لتطوير الممارسات التربوية في التعليم العالي في العالم العربي. دكتور عاطف. Dr. Atef, can you hear me right now? Dr. Atef? Yes. Shall we start? نشكرك على وجودك معنا في الورشة. Okay, ممكن نبدأ دلوقتي الحلقة. شكرا لحضرتك جدا على وقتك. نعم. شكرا جزيلا على التقديم أخي الدكتور محمد وأشكر منظمة إيميرج أفريقيا على إتاحة هذه الفرصة القيمة لمشاركة بعض المعلومات عن التعلم المعكوس خاصة وكما ترون فإن علاقتي مع التعلم المعكوس بدأت منذ فترة ليست بالقليلة وأنا من المطبقين أو المستخدمين لهذا النمط من أنماط التدريس في جميع الفصول التي أدرسها في الجامعة فالتعلم المعكوس هو من المفاهيم ومن المصطلحات التي يتم تداولها مؤخرا وبشكل كثيف بين الباحثين والطلبة ولربما يكون بعض الدراسات أو العديد من الدراسات نقول التي أثبتت فاعلية التعلم المعكوس في العملية التعليمية لربما هو الذي أعطى زخما للتعلم المعكوس في هذا المجال في البحث وبين الطلبة والباحثين التعلم المعكوس قد نبدأ بهذا الصورة في البداية والتي فيها تحذير التحذير هو جوهري وأساسي في التعلم المعكوس أنا أحب دائما أن أبدأ في هذه الصورة وهي قد تبدو بعيدة عن موضوع التعلم المعكوس إلا أن فيها تحذير والتحذير هذا ينبع من الدور الأساسي والجوهري للمعلم في العملية التعليمية فهو تحذير من أن يصبح المعلم هو شريط كاسيت بحيث أنه يصبح يردد نفسه مرارا وتكرارا وبين فصل وآخر وبين شعبة دراسية وأخرى وبهذا مع الوقت ينسى نفسه ويصبح هو مجرد تكرار لمعلومات يعيدها ويحفظها عن ظهر قلب وتصبح لديه يعيدها بدون حتى أن يفكر أو على الأقل يحضر للمادة لأنه هو يحفظها ويكررها مرارا وتكرارا فلذلك دور المعلم هو جوهري بشكل كبير أكثر بكثير من أن يتم اجتزاؤه وتلخيصه وتقزيمه في شريط كاسيت فقط أنه يعيد أو يعيد معلومات على الطلبة بين الحين والآخر التعلم المعكوس كمفهوم هو ينبع من أن العملية التعليمية بحاجة إلى إعادة هيكلة وبحاجة إلى تعاطي بشكل إيجابي مع المتغيرات في العصر الذي نعيش فلذلك التعلم المعكوس هو لنبدأ بالمفهوم وبعدها نذهب إلى التفاصيل وأنا سأقوم بإعطاء المعلومات لفتح المجال للمناقشة فيما بعد إن كان هنالك أسئلة وحوار حول الموضوع ف
فالتعلم المعكوس هو نمط من أنماط التدريس يتم فيه نقل التدريس المباشر، وهنا أقصد الشرح، من الفضاء التعليمي الجمعي وهو المقصود فيه الغرفة الصوتية أو غرفة المحاضرة، إلى فضاء الفرد الذي يتعلم فيه الفرد لوحده خارج الغرفة الصفية أو خارج المحاضرة، بما يسمح بإعادة تشكيل وقت المحاضرة ليصبح تفاعلياً وحيوياً، يقوم فيه يعطي مساحة كبيرة للمعلم ليقوم بإرشاد الطلبة ومساعدتهم عند تطبيقهم للمحتوى الذي تعرضوا له خلال ما قبل المحاضرة أو ما قبل الحصة من خلال الأدوات أو الفيديو الذي تم الإطلاع عليه مسبقا، فيقوم المعلم بإرشاد الطلبة داخل المحاضرة ومساعدتهم عند تطبيقهم للمحتوى والتفاعل معه بشكل إبداعي خلاق. وهذا هو الدور الجوهري والمحوري للمعلم الذي يجب أن يتم التركيز عليه، وليس هو فقط الشرح. فهنا في التعلم المعكوس flipped learning، البعض يسميه تعلم مقلوب، أنا بعد البحث والتقصي والمراجعة وجدت أن التعلم المعكوس أفضل من التعلم المقلوب، وكان هنالك مفهوم مختفى التعلم المنعكس أيضا هو غير دقيق، فأنا أرى أن التعلم المعكوس بالعربية هو الأفضل في هذا المجال. التعلم المعكوس إذن هو يساعد على إعادة رسم المشهد التعليمي بما يعطي المعلم مجال أوسع ليقوم بدوره المحوري والجوهري. هذا كمفهوم. الأخت منى الصوت واضح عندها؟ نعم الصوت واضح. طيب إذن بعد أن تطرقنا إلى مفهوم التعلم المعكوس والذي يركز على نقل العملية التعليمية أو الجزء المباشر منها والخاص بالشرح من الغرفة الصفية أو المحاضرة إلى خارجها إلى الفضاء الفردي للطالب الذي يتعلم فيه ويطلع على المادة التعليمية وعلى المحتوى، بحيث أنه يترك مجال واسع للمعلم حتى أنه يقوم بالإرشاد داخل المحاضرة للتطبيق والمناقشة على المحتوى الذي تعرض له الطلبة. بالنسبة للخطوات للتعلم المعكوس إذا أردنا أن نقوم بتنفيذها، فمن المفيد أن ونحن على اطلاع وعلى دراية واسعة بنمط التعلم التقليدي أو الاعتيادي أن نقارن بين التعلم المعكوس والتعلم التقليدي، وهذا ما يساعدنا على توضيح الخطوات للتعلم المعكوس. فالتعلم التقليدي إذا ذهبنا في خطواته ببساطة 1 2 3، في الخطوة الأولى يأتي الطالب إلى الغرفة الصفية أو المحاضرة، ليس لديه فكرة عن المادة أو المحتوى، يقوم المعلم بشرح المادة الجديدة الدرس، وقد يكتب الطلبة بعض الملاحظات على هذا الشرح، وهذه الأسئلة أو الملاحظات التي يكتبها الطالب في الخطوة الثانية ينتقل إلى الخطوة الثالثة عندما يذهب إلى المنزل ويطلب منه أن يقوم بتطبيق أو بحل تمارين على ما تعرض له داخل المحاضرة. في التعلم المعكوس الأمر معكوس، بحيث أنه الخطوة الأولى تكون أو الخطوة الثالثة تصبح مكان الأولى. في التعلم المعكوس يقوم الطالب بمشاهدة الفيديو التعليمي، وهو ما كان قد
قام به المعلم أو جهزه أو اختاره أو أنتجه لهذا الغرض بالذات، فيطلع عليه في المنزل، وفي بهذه الحالة يقوم الطالب بكتابة ملاحظات ويقوم بكتابة أسئلة وقد يكون أمثلة على المحتوى الذي يطلع عليه الطالب داخل المنزل أو على الأقل خارج وقت المحاضرة. الخطوة الثانية كتابة الملاحظات والأسئلة أثناء المشاهدة، وأثناء مشاهدة الفيديو سوف يكون لنا حديث عن هذا الموضوع لأنه ليس مشاهدة عادية للفيديو. الخطوة الثالثة يحضر الطالب إلى الحصة أو المحاضرة بفهم أساسي للمفاهيم المعلومات التي تم التطرق إليها في الفيديو، ولديه أسئلة ولديه ملاحظات. في بداية المحاضرة يقوم المعلم بفتح مجال لمناقشة هذه الأسئلة وهذه الأمثلة التي وضعها الطالب وهذه الملاحظات التي دونها، فيكون في بداية المحاضرة جزء في مقتطع لمناقشة ما تعرض له الطالب. الآن إذا أنه إذا تم تعرض الطالب للمادة التعليمية خارج المحاضرة، وهذا طبعا نابع من الفهم التقليدي للعملية التعليمية، فالطالب بما أنه اطلع على المادة خارج المحاضرة وقبل بدايتها، إذن ما الذي سوف يتم التعامل معه وتغطيته ومناقشته أو أنه تطرق له داخل المحاضرة؟ هنا يبدأ الدور الجوهري كما قلنا والتطبيق الفعلي للتعلم المعكوس. فلذلك التعلم المعكوس هو ليس مجرد أنه كما هنالك الفهم الشائع أنه التعلم المعكوس هو مجرد تحويل المادة التعليمية إلى فيديو. لا، ليس الهدف هو تحويل المادة إلى فيديو، ولكن البداية تبدأ من هنا من الفيديو بعد أن يطلع الطالب على المادة، وهنا يبدأ في داخل المحاضرة في الفضاء الجمعي الذي يتعلم به الطلبة مع زملائه وبحضور المعلم أو دكتور الجامعة. هنا يبدأ التطبيق، يبدأ النقاش، تنفيذ مشاريع. هنا يكون المجال مفتوحا للمعلم وللطالب لاختيار الطريقة المناسبة والطريقة المثلى ليتم الاستفادة من المعلومات التي أصبحت لدى الطالب. فقد يكون هنالك نقاش، قد يكون هنالك حوار حول الموضوع، قد يكون هنالك تطبيق عملي، مشاريع، أو الأمر مفتوح لي. وهذا طبعا يحدده طبيعة المادة وأعمار الطلبة وما إلى ذلك، والبيئة المتاحة أيضا للتطبيق. إذن ما يجب التركيز عليه هو أن التعلم المعكوس يسعى إلى إعادة تصميم العملية التعليمية وليس إحلال الفيديو محل المعلم، هذا شيء أساسي. فإعادة تحديد الطريقة التي يتم فيها استثمار الوقت قبل المحاضرة وخلالها، هذا من الأشياء الأساسية. ما هو المطلوب من الطالب قبل المحاضرة وما هو مطلوب منه خلال المحاضرة أيضا هو من الأشياء التي يجب العناية بها بشكل دقيق بالتعلم المعكوس. فلا يتم الاستغناء عن المعلم بفيديو. إعادة تحديد دور المدرسة ودور المنزل في العملية التعليمية، فما هو في النمط التقليدي يصبح يأخذ دور مختلف تماما
في التعلم المعكوس كما أشرنا وسنشير لاحقا. ما يتم عمله خلال المحاضرة في التعلم التقليدي يتم في المنزل في التعلم المعكوس. وهنا حتى أنه نفرق بين عملية التحضير اللي هي في التدريس أو التعلم التقليدي، هنالك يكون هنا تحضير أو بعض الطلبة وبعض المدرسين أو الدكاترة في الجامعة كان من الممكن أنه يطلب تحضير للمادة أو اطلاع على الموضوع. في التعلم المعكوس الذي يفرق هذا عن هذا أنه في التعلم المعكوس المعلم لا يقوم بشرح المادة في الحصة، فعندما يأتي الطالب إلى المحاضرة التالية لا يقوم بالشرح، فالمطلوب من الطالب هو الإطلاع على المادة وطرح ما لديه من أسئلة ونقاش حول المادة. طبعا الطالب هو محور العملية التعليمية وهو كذلك في التعلم المعكوس. في التعلم المعكوس الطالب لديه أدوار كما هو الحال في التعلم التقليدي، لكن إذا أردت أن تبدأ في التعلم المعكوس سيكون لديك بعض العقبات وبعض الأسئلة وبعض الأشياء التي تقف في الطريق. فمن الأسئلة الأساسية في بداية الطريق سوف تقف أمامك أنه هل سيتقبل الطلبة التعلم المعكوس؟ وفي حال لم يتوفر طبعا في هنالك تباين في إمكانيات الطلبة وما هو متاح لهم خارج المدرسة أو المحاضرة أو الجامعة، في حال أنه لم يتوفر لدى الطالب إنترنت في المنزل فكيف سيطلع على المادة التعليمية التي سوف يتم رفعها من قبل المعلم أو الدكتور على الإنترنت؟ هنا من الممكن أنه نعرض بالنسبة للسؤال الأول، هل سيتقبل الطلبة؟ أكيد لا. تجربتي الطلبة سيرفضون الفكرة في البداية وهذا شيء متوقع وطبيعي، لأنه هو التغيير دائما فيه مقاومة، يجد مقاومة، لذلك يجب أن نتوقع المقاومة لدى الطلبة. فالطلبة في العادة يرفضون هذا الانتقال من التعلم التقليدي لأنهم هم متعودين على نمط معين لسنوات طويلة جدا، ولدى المدرسين والدكاترة في الجامعة كلهم يدرسون بنمط معين، فأنت ستطرح عليهم نمط جديد مختلف تماما سوف تجد مقاومة. لكن الجيد في الموضوع أن ومن صورة هذا الجسر ومن تجربتي أنه في حال أنه تم نقل الطالب من هذه الضفة في الجسر إلى الضفة الأخرى بحيث أنه قطع الجسر إلى التعلم المعكوس، الطريف في الأمر أنه يرفض العودة مرة أخرى إلى التعلم التقليدي. فإذا مشيت معهم في التعلم المعكوس وبعدها طلب، وهذا أنا جربته، وبعدها طلبت منهم أنه ما رأيكم أنه نرجع إلى طريقتنا القديمة، سوف يرفضون لأنهم يكونوا قد تعودوا عليها واستسهلوها واستحسنوها وشافوا الفائدة منها. ففي حال أنه لم يتوفر إنترنت لدى الطالب في المنزل هنالك خطط بديلة، يجب أن يكون لدى المعلم دائما تدريس المتميز، يجب أن يأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار
بحيث أنه يوفر بدائل. البدائل هذه في هذه الحالة بالذات من الممكن أنه نعطي الطالب المادة على CD. طبعاً راح يكون لدينا عدد محدود جداً من الطلبة الذين ليس لديهم إنترنت. في هذه الحالة نوفر لهم بدائل سواء كان على فلاش أو أنه CD أو بأي طريقة أخرى، بحيث أنه تكون لديه المادة ويطلع عليها بدون إنترنت. طبعاً مع وجود الهواتف الذكية الأمر لم يعد مشكلة كبيرة، لكن في حال وجودها من الممكن أنه نوفرها من خلال CD أو فلاش. ونحن لا ننسى أنه نتعامل مع جيل رقمي، والجيل الرقمي هذا أساساً هو يحب الانتقال أو التعامل مع الأدوات الرقمية. الأدوات الرقمية هي في جيبهم طول الوقت دائماً، فإذا بدل ما أنه نحن نقوم بمنعه من استخدامها وتحريمها، نحن نقوم باستثمارها في هذه الحالة. فلذلك هو مطلوب منه أن يستخدم شيء أساساً هو يحب أن يستخدمه، خاصة على الهواتف الذكية. فإذا قلت له، وطبعا نحن نعرف كم يقضي الطلبة في هذا الجيل من وقت على اليوتيوب، فإذا كان لديك قناة على اليوتيوب أو على الفيسبوك كمجموعة ووضعت الفيديو عليها، إذن أنت تدخل في عالمه الذي هو أساساً موجود فيه، فلذلك لن يشعر بالنقلة الكبيرة إلى عالم التعلم المعكوس. أشرنا أنه الفيديو هو جزء أساسي في التعلم المعكوس، ولكن الذي أضع تحته العديد من الخطوط أن التعلم المعكوس هو ليس الفيديو، مقاطع الفيديو هي ليست التعلم المعكوس، ولكن التعلم المعكوس يستثمر إمكانيات التكنولوجيا، والفيديو فيه إمكانيات كبيرة جدا إذا ما استثمرت فهي تعود بالنفع والفاعلية على التعلم والتعليم. ومن الدراسات الحديثة التي أشارت أنه الفيديو يختصر من 60-80% من وقت المحاضرة الاعتيادي. البعض قد يقول أنه فيه مبالغة، لا، إذا أخذت بعين الاعتبار أنه الفيديو الذي سوف تقوم بتسجيله، إذا أردت أن تقوم بإنتاج الفيديو بنفسك، سوف ترى أنه أو حينها نرى أنه في المحاضرة المباشرة في الشرح المباشر هنالك يكون إعادة وإطناب وخروج عن الموضوع وحشو في الموضوع وتكرار، ولذلك في الفيديو هذا كله يتم الاستغناء عنه وحذفه وإعادة المونتاج لهذا الزيادات على الموضوع. فالفيديو في التعلم المعكوس هو فيديو مركز جدا، مركز جدا حول المادة فقط، فأي خروج عنها يتم إزالته، أو بالأساس يتم وضع ستوري بورد، يتم وضع خطة لإنتاج الفيديو، ما الذي سوف يتم التحدث عنه بحيث أنه لا نخرج عن الموضوع. الفيديو أداة فعالة، والدليل على ذلك بأبسط شيء الإدمان على اليوتيوب، لأنه يقدم المعلومات، يقدم الرسائل إلى المستخدم بطريقة سهلة ومحببة وواضحة. فالآن يعني حتى البحث على الإنترنت أصبح يتجه أكثر إلى الفيديو، إلى اليوتيوب، لأنها وسيلة سهلة ومحببة. بالنسبة للفيديو، من
من أين نحصل عليه إذا أردنا أن نطبق التعلم المعكوس؟ من أين نحصل على الفيديو؟ يجب أن تقوم بإنتاج الفيديو بنفسك. البعض قد يكون لديه تحفظ حول الموضوع أو خوف أو تردد من ناحية أنه ليس لدي المعلومات، ليس لدي المهارات، أو الأسوأ أنه هنالك بعض الفيديوهات على الإنترنت وهي تكفي بالغرض، أو هنالك كل شيء على الإنترنت، كل شيء على اليوتيوب، فلذلك لا داعي أن أقوم بإنتاج فيديو جديد إذا أنه كان أساساً هو مغطى بفيديو أو مقاطع فيديو على الإنترنت أساساً. الحقيقة أنه لا، هنالك بعد نفسي عاطفي في إنتاج الفيديو أنت نفسك حول الدرس. أولاً سوف تبقى مع طلبتك، الطلبة يحب أن يبقى هذا الكونكشن بينه وبين المعلم أو المدرس، بحيث أنه إذا رأى الطالب صورة المدرس على الشاشة غير أنه يرى صورة واحد مثلا متحدث عالمي حول الموضوع نفسه، أو واحد أنتج فيديو قد يخلو من النوعية الجيدة أو الطريقة، لأن الطالب هو أساسا متعود على أستاذه، فهو يحب أيضا أن يراه على الفيديو. فحتى إذا كان في فيديو متاح، الأفضل أن تقوم بإنتاج الفيديو بذاتك بنفسك. أخي محمد، فقط للتأكيد، هل نأخذ الأسئلة لاحقا مع بعض ولا نجيب عليها الآن؟ لاحقا، تمام، نعطي المعلومات الأول وبعدها ندخل في الحوار. فإذا مقاطع الفيديو أقوم بإنتاجها، العملية سهلة جدا ومتاحة للجميع الآن، فأنت لا تحتاج أكثر من التلفون أو الهاتف الذي بين يديك أساسا. المقاطع الجاهزة من الممكن اللجوء إليها طبعا، وأيضا من الممكن أنه اللجوء إلى أي مادة أخرى من الممكن أنها توضح المفاهيم أو توصل المادة للطالب، ولكن بالأساس الفيديوهات التي تكون من إنتاج المدرس هي محور الموضوع. طيب، طول الفيديو ما هو الطول المناسب؟ وطبعا عندما تطرح فكرة الفيديو، وهذا أيضا من خبرتي مع الطلبة، أنه عندما تقول للطلبة أنه سوف يكون مطلوب من جميع الطلبة الاطلاع على الفيديو قبل الحضور إلى المحاضرة، بعض الطلبة سيقول لك أنه ليس لدي الوقت للاطلاع على فيديو. طبعا هذا سوف يتلاشى عندما يعرف أنه الفيديو هو قصير جدا مقارنة، وليس بمفهوم أنه نص ساعة أو ساعة أو ساعة ونص فيديو، لا، نحن نتحدث عن دقائق معدودة. أنا أبقي الفيديوهات، مقاطع الفيديو الخاصة بي، حوالي 5 دقائق، تزيد أو تنقص حسب الموضوع وحسب العمق فيه والاتساع. فيجب أن يكون الفيديو قصيرا، وهذا بناء على عمر الطالب والمادة التعليمية التي نقوم بتدريسها، فهو ما يحكم طول الفيديو، ولكن نبقي في أذهاننا أنه قصير، يجب أن يكون الفيديو قصيرا. في معادلة بسيطة من الممكن أنه يعني هي ليست حاسمة تماما، لكن يتم الرجوع إليها في حال أنه أردنا أن نأخذ فكرة عن طول الفيديو المناسب. فالعمر ضرب 1
1.5 فإذا كان 4 سنوات ب1.5 يكون 6 دقائق مناسب للأطفال الذين لديهم 4 سنوات. إذا صعدنا إلى الأعمار الأعلى من ذلك لا نحاول أن لا نتجاوز 10 دقائق 15 دقيقة، هذا أقصى شيء لأغراض يعني. ويجب أن تشعر بالذنب إذا عملت فيديو 15 دقيقة، لأنه راح يكون طويل، سوف يكون طويلا. فالحل إذا أنه كان لدي موضوع أجزئه إلى مواضيع فرعية، فأنا غير ملزم لوضع كل المعلومات في فيديو واحد. ففي عندي فيديو بيكون قصير بيحتمل فكرة بسيطة، الموضوع الكلي أجزئه، وهذا التجزئة هي من الاستراتيجيات اللي احنا بنلجأ إليها لتبسيط المواضيع ولجعل الطالب قادرا على التعامل مع الموضوعات أساسا. فالتجزئة chunking هو أمر بلجأ إليه في إنتاج الفيديو بحيث أنه لا يكون طويل. الآن مثل ما أنتم في الشاشة أمامكم، هذا الدليل على أنه إحنا لما نستخدم الفيديو لا نأخذ وقتا طويلا من وقت الطالب الذي يقضيه على الإنترنت. نحن نعرف أنه الطالب، كل الطلبة يقضون ساعات وساعات يوميا على الإنترنت. فكان هذه الدراسة التي سألت الطلبة أنه بعد ما تم استخدام التعلم المعكوس معهم، فسئلوا أنه هل تم أو زاد استخدام التعلم المعكوس من وقتك على الإنترنت؟ يعني أنا بستخدم كطالب الإنترنت يوميا 4 ساعات، بعد استخدام التعلم المعكوس هل زادت 4 ساعات؟ فأغلبهم قالوا لا، فهي كانت من ضمن 4 ساعات اللي أنا أساسا بقضيها على الإنترنت، وغالبا بتكون بدون فائدة وجدوى. فأنا أيضا بستثمر وقت الطلبة الذي يقضوه على الإنترنت من خلال هذه الاستراتيجية والطريقة. الآن بالنسبة للإنتاج وإنتاج الفيديو، والذي نركز ونكرر أنه يجب أن يكون قصيرا، فهناك العديد من البرامج والتي ليست مقصورة على ما ترونه أمامكم. فمن الممكن أن تلجأ إلى تطبيقات وبرمجيات معينة بحيث تساعدك على إنتاج فيديو خاص بالتعلم المعكوس. من أشهر البرامج كاقتراح كامتاسيا ستوديو، هو من أشهر البرامج التي تستخدم في هذا المجال. هنالك بعض البرامج أو هي من خلال مواقع إلكترونية، يعني يتم إنتاج الفيديو أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني، وبعضها مجانية وبعضها مدفوع. أيضا أوفيس ميكس من لديه يستطيع أن يستخدمه، من تيك سميث جينك مجاني، وسكرينر أونلاين بإمكانه أنه أنا أسجل الفيديو وأرفعه مباشرة أونلاين وباستخدام اليوتيوب. بالنسبة فقط للتعريج على السؤال، أنه طلبة الجامعة، أنا أدرس طلبة الجامعة، أرى أنه بعد 6 دقائق 7 دقائق 8 دقائق، يعني أكثر فيديو ممكن عملته 8 دقائق 9 دقائق، والطلبة يصبحوا يتململون خاصة عندما يتعودوا على الفيديو القصير.
أنت عندما يكون الفيديو مركز جدا فثمان دقائق تصبح طويلة لأنه بحاجة إلى تركيز، بحاجة إلى كتابة ملاحظات، بحاجة فثمان دقائق في لغة الفيديو هي مساحة شاسعة جدا. ونحن نعرف أنه هنالك فيديوهات أو أفلام أقل من دقيقة وحصلت على جوائز عالمية. نحن لغة الفيديو غير لغة المحاضرة العادية. فأنا أقول أنه ابقي الفيديو أقل من 10 دقائق مهما كان، إذا احتجت أكثر من ذلك جزئ الفيديو إلى أكثر من جزئية. الوقت والتعلم المعكوس، وعندما نتحدث عن الوقت نحن نتحدث عن جوهرة التعلم المعكوس، بمعنى أنه أهم ما يوفر التعلم المعكوس الوقت. بمعنى أنه المعادلة هكذا، المعادلة أنه التعلم المعكوس ينظر إلى وقت المحاضرة، هذه بحاجة إلى وضع خطين أيضا تحتها، ينظر إلى وقت المحاضرة، الوقت الذي يلتقي فيه الطالب مع المدرس على أنه وقت ثمين جدا ويجب أن يستغل بحكمة وحنكة وبفائدة تعود على الطالب. فعندما ننقل التدريس المباشر خارج المحاضرة نحن نتيح المجال إلى القيام بأشياء أكثر جوهرية من مجرد الشرح، مجرد إعادة وتلقين المعلومات للطالب. فوقت المحاضرة يعني نحن جميعا نسمع بعض الممارسات السلبية من بعض المدرسين الذي يستهلك المحاضرة في الشرح والإعادة والطالب لا يكون منفعلا أو متفاعلا أو مندمجا مع ما يقوله المعلم أو المدرس، هو يأتي فقط للحضور والغياب. هذه قضية جوهرية. لكن في التعلم المعكوس لا، هذا الوقت الذي يدفع الطالب ثمنا له من وقته وجيبه حتى يأتي ويلتقي بالمعلم يجب أن يكون له ثمرة، يجب أن يعود بالفائدة على الطالب والمعلم. فهذا الوقت 45 دقيقة، ساعة، ساعة ونصف، 3 ساعات في الدراسات العليا، يجب أن ليس هو لتسجيل حضور وغياب، هو لفائدة عظيمة. بوجود المعلم داخل المحاضرة أصبح لدى المعلم أو المدرس فرصة أن يراقب تعلم الطالب أكثر، وتحرير المعلم، هذه نقطة أيضا جوهرية، تحرير المعلم ووقته من الشرح أصبح لديه وقت كافي حتى أنه يقترب من الطلبة بشكل أكبر ويتعرف عليهم بشكل أكثر. وأنا في أحد المحاضرات في آخر الفصل وأنا أتحدث مع الطلبة، أحد الطالبات قالت أنه يكفيني أنه أنت عرفت اسمي، لأنه أول مرة دكتور بيعرف اسمي في المحاضرات أو المواد التي أخذتها، لأنه العدد كبير، عدد الطلبة كبير، والمعلم أو المحاضر لا يكون لديه الوقت للتعرف على الطلبات. في التعلم المعكوس هذا الوقت يصبح متاحا بحيث أنه تقترب أكثر من الطلبة، تتعرف على مشكلاتهم، تتعرف على مواطن أو المواطن التي هم بحاجة إلى مساعدة فيها وتقوم بذلك. فالوقت في التعلم المعكوس وقت المحاضرة أصبح لديك فرصة للقيام بالدور الجوهري، الدور المحوري، الدور الأساسي للمحاضر أو المدرس، وهو ليس الشرح، وهو من الممكن أنه تستثمره في أي شيء، مثل أنه لديك طالب مبدع من الممكن أنك تساعده في زيادة والارتقاء إلى مستويات أعلى، إذا كان لديك طالب متأخر من الممكن أنه تقترب منه وتعطيه استراتيجيات، توضح له، ترسم له خارطة
حتى أنه يلتحق بزملائه وهكذا. الوقت الذي دائما المدرس يشكو منه يصبح متاحا للمعلم والطالب داخل أو ضمن التعلم المعكوس. في التعلم المعكوس الطالب كما أشرنا هو أيضا محور العملية التعليمية ويجب التركيز على ذلك ونقل أو تفعيل هذا. طبعا نحن كثيرا ما نردد هذه المقولة الطالب هو محور العملية التعليمية، ولكن عند الممارسة نذهب في اتجاه مختلف تماما. في التعلم المعكوس يجب أن يكون الطالب هو محور العملية التعليمية، وإلا لن يتم هذا النمط أساسا. فالطالب أصبح هو ملزما ومطالبا بمشاهدة الفيديوهات، مقاطع الفيديو، كتابة ملاحظات، كتابة أسئلة عليها، والانخراط في النقاش الذي يتم في المحاضرة التالية. فكل الطلبة مدعوين ومطالبين بالمشاركة والتفكر ومناقشة ما تم الاطلاع عليه في مقاطع الفيديو. فمطلوب من كل طالب أنه يشاهد الفيديو، ويجب أن يتفاعل الطالب مع محتوى الفيديو. هذه أيضا يعني الطالب الذي يشاهد الفيديو على عجل لن يكون قادرا على المشاركة، وهذا سوف يظهر في بداية التطبيق لهذا الموضوع أو في بداية الفصل الدراسي. سوف يكون من الواضح أن الطالب الذي شاهد الفيديو بتدقيقه وبتفاعل مع المحتوى بحيث أنه فهم وكتب ملاحظات، كتب أسئلة، يكون لديه القدرة على المشاركة ومتابعة المحاضرة بفاعلية أكثر. وهذا طبعا سوف يضع الطالب الذي لم يشاهد الفيديو في خانة سوف يحاول أن يخرج منها في المحاضرات التالية، بحيث أنه سوف يكون من الواضح أن هذا الطالب لم يشاهد وهو غير قادر على المشاركة. فبعدها سوف يكون هذا من العوامل التي تدفع لمشاهدة الفيديو مسبقا. مطلوب من الطالب تدوين ملاحظات، وضع أسئلة لمناقشتها في بداية المحاضرة التالية. بدء النقاش والحوار هذا أيضا من الممكن أنه استثمار الفضاء الرقمي، بحيث أنه إذا كان لدينا نظام إدارة تعلم أو كان عندنا مجموعة على الفيسبوك لهذا، وأنا طبعا أقوم بإنشاء مجموعة على الفيسبوك لكل شعبة في كل فصل. فمن الممكن أنه بدء النقاش حول محتوى الفيديو قبل الإتيان إلى المحاضرة أساسا، وهذا يتيح المجال للمعلم أو المحاضر أن يطلع على بعض النقاط التي ممكن يكون خلافية، ممكن يكون غير واضحة في الفيديو، وتكون هي مدخل للنقاش والحوار في المحاضرة التالية. أيضا الطالب مطلوب منه أنه يشاهد الفيديو قبل المحاضرة، ومطلوب من المعلم أنه يتابع مشاهدة الطلبة للفيديو. طبعا الطالب بحاجة إلى تذكير دائما وتحفيز دائما. النقطة الثانية وهي جوهرية في هذا الموضوع، للطلبة الذين لا يشاهدون مقاطع الفيديو قبل المحاضرة، أنه لا يتم شرح المادة من قبل المدرس في المحاضرة. فإذا شعر الطالب أنه سوف تعيد الشرح للطلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو سوف يعتمد على المعلم، فلا يتم الشرح، الطالب يصبح ملزما بمشاهدة الفيديو قبل المحاضرة.
الإصرار والمتابعة يعني هذا من الأعمال الشاقة للمعلم والمدرس والمحاضر، أنه هو بحاجة أنه يقوم بدائم المتابعة وحث الطلبة والإصرار على هذا. طبعاً كما أشرت في البداية أنه الطلبة سوف يرفضون هذه الفكرة، سوف يقاومونها، ولكن مع الإصرار والعناد من قبل المعلم سوف يجدون حلاوتها وفائدتها ومتعتها. بعدها بعد في آخر الفصل عندما يعتاد الطلبة على الفيديو وتنسى أنه في يوم من الأيام أنه ترفع لهم فيديو المحاضرة التالية، سوف يسألك الطلبة أين الفيديو. من الممكن أيضا ربط المشاهدة بالعلامات، من لدي من الممكن أنه أسأل عن الملاحظات التي دونوها وأربطها بالعلامات، أسأل ومن خلال النقاش من قام بمشاهدة الفيديو وهكذا، وأربطه بالمشاركة، علامات المشاركة وما إلى ذلك، لأنه جميعنا نعلم أنه الطلبة تحركهم العلامات. المعلم ماذا تبقى له إذا نقلنا التدريس خارج المحاضرة وصار الشرح من خلال الفيديو؟ كل شيء تبقى للمعلم، وهذا ما أشرنا إليه، أنه صحيح أنه التدريس المباشر والشرح هو ينتقل إلى الفيديو، لكن المعلم في التعلم المعكوس يبقى هو محور العملية التعليمية، لا بل هو يصبح أكثر محورية من ناحية التدريس، هو ليس محور الاهتمام، الطالب هو المحور، ولكن دوره محوري، دور المعلم محوري. فالمعلم الذي من الممكن أن يحل محله فيديو يجب أن نقوم بذلك، بحيث أنه الفيديو من الممكن أن يحل محل معلم ضعيف، غير مبدع، غير مبتكر، غير قادر على مساعدة الطلبة للارتقاء إلى مستويات عليا في العملية التعليمية، مهارات تفكير عليا. لكن المعلم الذي يرى أنه مهددا من فيديو على اليوتيوب، هذا أتوقع أنه يجب أن يتم إحلاله أو إحلال هذا الفيديو محل المعلم، لأنه دور المعلم كما أشرنا هو ليس فقط الشرح، أو هذا هو الجانب الأساسي، لأنه هذا من الممكن أنه نعتمد على التكنولوجيا في توصيل المعلومة، دور المعلم جوهري أكثر من ذلك. فالتكنولوجيا هي أداة، أما فيما يتعلق بجعل الطلبة يعملون وتحفيزهم على العمل، فالمعلم هو الأكثر أهمية. دور المعلم ودور التكنولوجيا، هذه المعادلة وهي ليست حديثة، أنه هل من الممكن أن يحل الحاسوب محل المعلم؟ هل من الممكن التكنولوجيا أن تحل محل المعلم؟ بعد أن أدخل في حوار ونقاش حامل وطيس مع الطلبة، نخرج بخلاصة أن من الممكن أن يحل الحاسوب محل المعلم الضعيف، ولكن من المستحيل أن يحل محل المعلم المبدع المبتكر الكفؤ. فلذلك أنا بحاجة إلى يعني حتى المعلم العادي في التعلم المعكوس يجب أن يعيد النظر أو في دوره، في قدراته، في إمكانياته، في الاستراتيجيات التي يتبعها في العملية التدريسية. فالاستراتيجيات التقليدية المحترئة غير فعالة، غير قادرة على إحداث التغيير، ونحن نعول على المعلم أن يرتقي بالطلبة إلى مستويات تفكير عليا، وليس فقط إلقاء وتلقين معلومات يستجرونها بالنظام البنكي اللي بيعتمد على وضع المعلومات لدى الطالب والطلب منه خلال الامتحان أن يسترجعها. وإذا نظرة سريعة على تصنيف بلوم والتعلم المعكوس
أثناء المحاضرة وقبل المحاضرة، نلاحظ أنه هذا ما أشرنا إليه، أنه قبل المحاضرة يطلب من الطالب الوصول إلى مستويين اللي هما المعرفة والفهم على تصنيف بلوم، يعني المستويات الأساسية، ولكن لا يكفي هنا. لذلك وقت المحاضرة يكون متاح لدى المعلم أو المحاضر أو المدرس أن يساعد الطلبة على الارتقاء إلى المستويات العليا، فلا يصبح كافيا أن يقوم الطالب بفهم فقط، هو بحاجة إلى فهم وتطبيق وتحليل وتركيب وابتكار حتى أنه نصل إلى المستويات العليا، فلا نكتفي فقط بالمعرفة والفهم. إشارة هنا أنه الفرق بين التعلم المعكوس والتعلم التقليدي في هذا المجال، أنه عندما في التعلم التقليدي عندما يتم شرح مادة درس جديد ونقول درس رياضيات مثلا، ويذهب ويطلب من الطالب أن يقوم بحل تمارين وتدريبات في المنزل، فعندما يذهب الطالب إلى المنزل يحاول أن يقوم بحل التدريبات سوف يجد أن لديه بعض المشكلات في الحل وبعض العقبات وأشياء غير مفهومة لديه، وعندها سوف تعمل له عقدة في هذا المجال، سوف من الممكن أنه بمستويات أخرى أنه يكره مادة الرياضيات أو يكره مادة الإنجليزي، لأنه يجد نفسه أنه اصطدم بحاجز عندما أراد أن يحل تدريبات أو تمارين معينة. لكن هذا في التعلم المعكوس عندما يصطدم بالعقبة هذه يكون المعلم موجود، يكون المحاضر موجود، فيساعده على أنه يتخطاها وينتقل إلى ما بعدها، فلا تكون عقبة أمامه وتعيق تقدمه. هذا كله يجب أن لا يغفل بيئة التعلم. عندما نتحدث بهذه الفكرة بهذه الطريقة المبتكرة في النظر إلى العملية التعليمية، يجب أن تكون البيئة مهيئة وقادرة على استيعاب هذه الفكرة. يعني البيئة التقليدية كما نرى في الصورة السفلى، هذه بيئة غير مهيئة لحصة أو محاضرة تفاعلية، لأنه الطلبة جالسين بطريقة معينة غير متاح لهم أن يقوموا بالحوار أو بعمل مجموعات، وهذا ما نعاني منه في تصميمنا لبيئات التعلم حاليا في الجامعات وفي المدارس في عالمنا ما يسمى بالعالم الثالث. فيجب أنه بيئة التعلم أيضا تكون قادرة على استيعاب هذه الفكرة ولا تقف عقبة أمام التغيرات. التعلم المعكوس يوفر فرصة للتعلم النشط، ونحن بحاجة أن ننشط دور الطالب، نعطيه فرصة أن يكون إيجابي وفعال غير سلبي. والتعلم المعكوس يستخدم ويعتمد على تكنولوجيا التعليم، والتعلم النشط وتكنولوجيا التعليم جميعها تؤثر في بيئة التعلم، فيجب أن تستوعب بيئة التعلم هذا التغير حتى نحصل على الفائدة من التعلم المعكوس. وهذا ما لدي، أرجو أن تكون وصلت الرسالة. نفتح المجال، أتوقع أنه لم يبقى من الوقت الكثير، فالأسئلة إذا بتساعدنا أخي محمد. في البداية بتوجه بالشكر والتقدير لدكتور عاطف على المعلومات الجيدة جدا، وفي بعض الأسئلة اللي زي المذكورة سوف أشرح.
شكرا لكم على حضوركم على متابعة. هل من الممكن يا دكتور عاطف ان المبدأ يكون في فكرة ان في فيديو تفاعلي؟ مفهوم الفيديو التفاعلي يضاف الى الفيديو التفاعلي؟ نعم نعم، الفيديو التفاعلي قد ينقل النقاش والحوار والاستفادة من التعلم المعكوس إلى مستوى أعلى. هنالك أدوات في الفيديو التفاعلي بحيث أنه تعطينا إشارات للمحاضر عن ممكن خلل في فهم الطلبة، ممكن أنها تكون تساهم في إثراء النقاش داخل المحاضرة فيما بعد، ومن الممكن أنه تعطيني كمدرس للمادة هذه ممكن يكون على شكل سؤال أنا أطرحه في الفيديو التفاعلي هذا، وتعطيني فكرة حول فكرة عامة عن فهم الطلبة لهذا لهذا النقطة بالذات، وهذه ممكن إنه أنا أستخدمها في النقاش. نعم. مشكور لحضرتك جدا. وكمان في الأخت منى قالت مادة سأل السؤال، هل المادة العلمية يجب أن تكون فيديو فقط أم هناك يعني مواد أخرى من الممكن أن تكون موجودة مثل الويب أو صفحات أو ملفات صوتية؟ نعم، هو الشائع الفيديو، ولكن من الممكن اللجوء إلى موقع إلكتروني نص عادي، صفحة إلكترونية، من الممكن تكون بودكاست عادي، ويبنار مثل هذا، أي شيء. الهدف منه هذا ما أشرنا إليه، إنه الهدف ليس الفيديو، الهدف هو اطلاع الطالب على المادة قبل المحاضرة. أسهل شيء هو الفيديو، لكن من الممكن يكون أي شيء آخر، ملف صوتي أو صفحة إلكترونية. أخ أيمن بيذكر سؤال، البرودكاست المرئي ينفع في الفصل المقلوب أم لا؟ طبعا كما أشرنا قبل قليل، هو أي مصدر معلومات يتيح للطالب الاطلاع على المادة بحيث أنه تهيئه للنقاش والحوار والتطبيق والمشروعات في المحاضرة أو الحصة اللاحقة. من الواضح أن هناك ليس هناك أي أسئلة أخرى. بتوجه بخلص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور عاطف على تشريفه معنا في هذه الورشة، وإلى جميع المشاركين معنا في أول ورشة لإيمرج أفريكا باللغة العربية، لكم أطيب التحيات. وسوف يتم نشر الملف الفيديو الناتج من هذه الورشة على قناة اليوتيوب الخاصة بإيمرج أفريكا، وسوف يتم إرسال الرابط خلال الإيميلات الخاصة لكل المشاركين. لكم أطيب التحيات ودمتم بكل صحة وتوفيق. شكرا لكم، السلام عليكم، كل عام وانتم بخير.